التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه قصر اليمامة جنوبي الرياض. أبو الغيط ينتقد الفيتو الأمريكي بشأن القدس ويؤكد أن الدول العربية ستتجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتمرير القرار. وغسان سلامة خلال لقائه عقيل صالح بطبرق يؤكدان أن الانتخابات النزيهة هي المخرج الوحيد للأزمة. أهلا بك نوها، أهلا بكل مشاهدينا الكرام إلى هذه الليلة، هذه النشرة المفصلة وتفاصيل هجمات متعددة شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن على أهداف مدنية في السعودية التي تطورت بشكل كبير في الأونة الأخيرة، خاصة مع وجود تأكيدات دولية على المساعدات العسكرية الإيرانية للجماعة الإرهابية. بعد فشلها في الصمود أمام الضربات المتلاحقة للتحالف الدولي بقيادة السعودية، لجأت جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن إلى توجيه ضرباتها نحو أهداف مدنية في الداخل السعودي دون أن تتورع من إمكانية إصابة مدنيين أبرياء. صواريخ باليستية إيرانية الصنع استهدفت لمرات عديدة الداخل السعودي، كان آخرها الصاروخ الباليستي الذي وجهه الحوثيون صوب قصر اليمامة في الرياض قبل أن تعترضه القوات السعودية. صاروخ اليمامة لم يكن الأول، إذ سبقه العديد من الهجمات، كان آخرها صاروخ آخر أطلق من اليمن صوب مطار الرياض في نوفمبر الماضي واعترضته القوات السعودية. لجوء جماعة الحوثي لاستخدام الصواريخ التي تزودها بها طهران جاء بعد سلسلة من الهجمات على المناطق الحدودية، بالإضافة إلى اعتراض العديد من البوارج الحربية السعودية في مياه البحر الأحمر، كان أبرزها في يناير الماضي وهو ما تكرر كثيرا. التقديرات الاستخباراتية التي قدمتها سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي حول تطور هجمات الحوثيين كشفت عن وجود نوعيات من الأسلحة التي لم تكن موجودة في اليمن، وأبرزها صواريخ قيام الإيرانية الصنع. تهديد مستمر تشكله جماعة الحوثي على أمن الخليج في محاولة للسيطرة على مقاليد الحكم في اليمن، وتبرز معه مخاوف دولية حول تهديد الأمن الإقليمي، وهو ما أبدت العديد من الدول المخاوف منه وعلى رأسها الولايات المتحدة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة عبد الرحيم الفتيح عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، أهلا بك معنا سيد عبد الرحيم. بداية يعني كيف تابعت وكيف قرأت تداعيات إحباط السعودية إسقاط صاروخ باليستي أطلق من اليمن، والسعودية أعلنت أكثر من مرة أن إيران هي من تقوم بمد الحوثيين بكل تلك الصواريخ، هذا المشهد كيف تعلق عليه؟ كيف تقرأه وتقرأ ما بين ثناياه؟ أولا أسعد الله مساءكم. أهلا بك. بالنسبة للجماعات الحوثية الإيرانية، لا غرابة بأن هذه العصابة تعمل بالمشروع الإيراني القطري تحت مظلة إيرانية قطرية في التمدد في اليمن والمنطقة. أولا بالنسبة للحوثيون، هم لديهم مشروع إيراني في توسع في اليمن والمنطقة العربية، فالإيرانيون يريدون أن يتوسعوا في اليمن لاستراتيجية اليمن وموقعها الاستراتيجي في المنطقة. ثانيا الجماعات الحوثية الإرهابية لا فرق بينها وبين داعش، فإيران وقطر تقوم وتدعم هذه الجماعات منذ وقت مبكر منذ 2011، فقطر تقوم بدعم هذه الجماعة بالمال وأجهزة الاتصالات، وكذلك إيران تقوم بدعم هذه الجماعة بالأسلحة، وهذه الأسلحة من ضمن هذه الأسلحة هذه الصواريخ الباليستية.
هناك خبراء عسكريون إيرانيون يقومون بتصنيع هذه بتصنيع وإطلاق هذه الصواريخ إلى الأراضي السعودية. نحن في اليمن بيننا وبين السعودية إخاء ومودة، ولكن عند دخول هذه الجماعة والمشروع الإيراني القطري بدأ بيننا وبين المملكة العربية السعودية الخلافات. من ضمن هذه الخلافات كان سببها جماعة الحوثي الإيرانية القطرية. نعم. طيب سيد عبد الرحيم، يعني هذه الجماعة لم تقم بإطلاق هذا الصاروخ اليوم فحسب، بل وأعلنت عن تصعيد الصراع عقب استهداف الرياض. من أين تأتي هذه الجماعة بهذه القوة وبهذا الإصرار حتى في لهجة التصريحات؟ يعني هذه التصريحات التي ربما تزيد من الأزمة وتزيد من التصعيد، كيف تقرأها أنت؟ الجماعة الحوثية الإيرانية هي في أضعف مراحلها، وهنا الخطابات التي يدعون بانهم في قواهم. انا اؤكد ان الجماعات الحوثيه في اضعف مراحلهم. نعم، يعني هي تصريحات تدل عن ضعف او تخرج عن ضعف وليس عن قوه. نعم نعم نعم، عن ضعف وليس عن قوه. وهناك تقهقر لهذه الجماعات في عده جبهات، في جبهه الساحل وجبهه بيحان وجبهه نهب، وهناك انسحابات من الحرس الجمهوري من هذه الجبهات التي كانت تحالف مع جماعة الحوثي. فالجماعة الحوثي الإرهابية شعرت بأنها في ضعف وشعرت بأنها في تقهقر دائم، وإطلاق الصاروخ اليوم هي رسالة للداخل أولا لجماعة الحوثي، لجماعتهم التي هي في الجبهات، بأنهم ما زالوا في قوة، ورسالة كمان من إيران إلى المملكة العربية السعودية وإلى المجتمع الدولي بأن إيران تقول نحن هنا ما زلنا من الأراضي اليمنية أقوياء. طيب فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، هو أيضا موقف يجب أن نتوقف عنده كثيرا، لأنه بالنسبة للملف اليمني غير واضح بشكل كبير. يعني حتى هذه اللحظة أمريكا لم تدرج هذه الجماعة الحوثية على تصنيفات الإرهابيين حتى هذه اللحظات، وأنت ذكرت منذ قليل أن هذه الجماعة لا فرق بينها وبين داعش. إذن كيف تعلق على هذا الموقف الأمريكي؟ ماذا تريد أمريكا من الحوثيين بالذات في اليمن في هذا التوقيت؟ هل هي تتركهم لأن لها مصالح ما في هذه المنطقة؟ يعني هذا المشهد ما استنتاجاتك منه؟ لابد من تحرك دولي وإقليمي وخاصة التحالف العربي باتجاه الملف اليمني وخاصة هذه الجماعة الإرهابية في المنطقة. أولا لابد أمريكا أن تتخذ قرار جاد، والمجلس الأمن الدولي أن يتخذ قرار جاد في حسم المعركة واستئصال هذه الجماعة والتصدي للمشروع الإيراني في اليمن. هل هي تريد ذلك فعلا سيد عبد الرحيم؟ أمريكا تريد ذلك فعلا؟ لا أعتقد أنها تريد ذلك فعلا. لو كانت تريد ذلك فعلا لكان الأمر محسوم من أول اللحظات. لابد من حسم الأمر، لابد من دول المنطقة وخاصة الخليج العربي من حسم أمرهم والتصدي لهذا المشروع الإيراني القطري بكل حزم. لابد من تحريك بوصلة الحرب باتجاه صعدة القضاء على رأس الأفعى إن أرادوا حسم المعركة في اليمن والقضاء على هذه الجماعة. نعم، حسم الأمر كما ذكرت يأتي من الداخل أم يأتي من الخارج إذا أرادت أمريكا؟ يعني فكرة الحسم، ضرب هذه القوة الحوثية في اليمن، أين؟ كيف؟ هل يكون من صعدة؟ هل يكون في صنعاء؟ هل يكون من الخارج كما ذكرت إذا أراد المجتمع الدولي؟ أم كيف يكون عملية الحسم هنا؟ عملية الحسم هو تعاون داخلي خارجي. أولا تحريك جميع الجبهات في الداخل والضغط على جميع الجبهات، ليس تحريك جبهة واحدة إنما جميع الجبهات في اليمن. ثانيا تحريك بوصلة الحرب باتجاه صعدة للقضاء على رأس الأفعى. إذا تم حسم المعركة في صعدة أنا أعتبر وأؤكد بأن صنعاء لن تستمر لأيام، وأن هذه الجماعة لن تستمر، وسيتم القضاء وحسم المعركة سريعا.
نعم نعم. فيما يتعلق بإيران، إذا يعني اليوم كلمة مندوب مصر السفير عمرو أبو العطا فيما يتعلق بإيران في جلسة لمجلس الأمن كان تتحدث عن التدخلات الإيرانية في المنطقة، قال وبصراحة نطالب إيران بوقف أي أنشطة عدائية تغذي الصراع في المنطقة. ما السيناريو العربي الذي يمكن أن يخرج لنا أو يخرج لنا باستراتيجية لمجابهة إيران؟ يعني ما هي حلقات فعل يجب أن تكون واضحة وتبروز بشكل واضح لكي نضع إيران عند حدها في المنطقة؟ أولا نشيد موقف مصر في هذا الموقف كما أشرتي، ونأمل وندعو كافة الدول أن تحذو وزير الخارجية المصري. ثانيا لابد من تحرك المنطقة كاملا، كان في مصر أو في الخليج العربي أو شبه الجزيرة، لابد من تحرك كامل باتجاه بإنقاذ اليمن وإنقاذ المنطقة من التمدد الإيراني القطري. التمدد الإيراني القطري ليس على اليمن فقط وإنما على المنطقة، جميع المنطقة هي مهددة من هذا التمدد، لابد من التصدي بحزم وبحسم المعركة سريعا. التحالف العربي بعد هذا الصاروخ ويعني الرياض استطاعت أن تتصدى له اليوم، هل له أن يغير من استراتيجيته إذا أردنا هنا أن نتحدث عن استهدافات ربما قادمة ربما تكون في عمق المملكة العربية السعودية؟ يعني هل نخشى من ذلك أصبحنا؟ هل يجب التفكير فيما هو أبعد من ذلك سيد عبد الرحيم، أم كيف نفكر نحن؟ لابد من التفكير بعمق في هذا الأمر. فالصاروخ الذي حصل اليوم ربما ينعش ضمير الأمة العربية وكل الدول العربية بأن ينقذ اليمن والشعب اليمني المحاصر من قبل جماعة الحوثي. جماعة الحوثي في اليمن تعبث في المواطنين، الآن في صنعاء تقوم بنهب المنازل، تقوم بمحاصرة المنازل، بفرض الإقامة الجبرية على المسؤولين وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، هناك تصفيات، هناك حرب إبادة في اليمن. لابد من تحرك جاد للدول العربية جمعة للقضاء على هذا المشروع الإيراني القطري. نعم، وفي المقابل ما هي الأوضاع على الأرض في اليمن؟ يعني صفها لنا، يعني أيضا يجب في هذه الأحوال قراءة الوضع على الأرض كيف يجري، ما بين مواجهات، ما بين تحديات سياسية، ما بين أيضا صعوبات اجتماعية يعيشها المواطن في اليمن. في اليمن الشعب اليمني يعيش في أسوأ حالاته من الناحية الاقتصادية، هناك الشعب اليمني لا بعض المواطنين لا يلقى ما قوت يومه ولا يستطيع أن يحصل على لقمة العيش. أما بالنسبة للمعركة في الجبهات خاصة بعد 2 ديسمبر بعد إطلاق الانتفاضة من قبل الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، هناك تحركت جميع الجبهات وكان المؤتمر الشعبي العام في مقدمة الصفوف، هناك تقدم في جبهة الساحل، هناك تقدم في جبهة شبوة بيحان، لقد سقطت هذه المديرية كاملة في يد الجيش اليمني، هناك تحرك في جبهة نهم، ومزيد وندعو مزيدا من التحرك من قبل التحالف ومن قبل الجيش اليمني والانتفاضة الشعبية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرحيم الفتاح عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، كنت معنا بصوتي وصورة على شاشة أونلايف، شكرا جزيلا لك. في بارقة أمل لضحايا الحرب اليمنية لمن فقدوا أطرافهم، يسعى أحد المراكز الطبية في مدينة تعز لتقديم المساعدة لهم عبر توفير أطراف صناعية بديلة رغم فقر الإمكانيات. ما أصعب الحياة بالنسبة لطلال حزام بعد بطر أحد أطرافه في اليمن الذي تمزقه الحرب، حيث أصبح حزام الذي أصبح يسير على طرف صناعي يجد صعوبة في تقبل المجتمع له بعد إصابته. حياتي والله ما سلها على سب الناس، يعني لو مشيت من الرجل أحس أني ناقص، شنو ذا؟ بس لما بدي اشوف لنا رجلي بس مثقل شويه.
لكنه مع ذلك لا يزال يرى نقطة ضوء وبارقة أمل في نهاية النفق مع بعض المساعدة من مركز للعظام والجراحات التعويضية في مدينة تعز. ولكنه حتى بعد تركيب طرف صناعي له يقول حزم إنه لا يزال يشعر بالخوف إزاء فرصه في العمل في حالة انتهاء الحرب. يعني لو سرعت تطلب الله يعني مثلا سدوا ما انتش قادر كيف هتشتغل زي ما كان الأولى خلق الله ثاني هذه صناعي ما انت قد تضيع عمرك ما باقي. هناك كثيرون آخرون في البلد الذي مزقته الحرب يواجهون نفس المعاناة التي يعيشها حزام، ويعالج المركز في تعز ضحايا الضربات الجوية والألغام الأرضية من خلال عمل وتركيب أطراف اصطناعية لعشرات ممن تعرضوا لبتر أطرافهم. مركز الأطراف الصناعية استقبل خلال فترة الحرب 299 حالة، منها 24 حالة طفل وست حالات نساء. هذا الغام المركز يقدم خدمات مجانية، ينقصنا المركز مواد حديثة يتواكب مع العصر الحديث كون أغلبة المرضى شباب. تتقاطع جبهات الحرب عبر أحياء وسط مدينة تعز في الوقت الذي تتواصل فيه جهود هذا المركز رغم إمكاناته الفقيرة لعلاج ضحايا تلك الحرب. ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار المقدم من مصر إلى مجلس الأمن لحماية وضع القدس، مؤكدا أن الدول العربية ستطلب قرارا ملزما من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الاعتراف الأمريكي بالمدينة عاصمة لإسرائيل. رغم أن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لم يفاجئ الفلسطينيين بالنظر إلى ما سبقه من تطورات، فإنه جاء ليعطيهم دفعا أكثر للتحرك في بقية الهيئات الدولية وطرح خيارات أخرى ناجعة لإبطال قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما أشار له مسؤولون فلسطينيون على رأسهم الرئيس محمود عباس. وكانت البداية اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها الانضمام إلى 22 منظمة دولية جديدة تعزز من الشخصية الاعتبارية لدولة فلسطين على المستوى العالمي. عربيا، ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالفيتو الأمريكي، مؤكدا أن الدول العربية ستطلب قرارا ملزما من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين قرار ترامب بشأن القدس، مشيرا إلى أن هناك سبل متعددة يجري دراستها على الصعيدين الفلسطيني والعربي من أجل التعامل مع أي تبعات سلبية للقرار الأمريكي. ويرى البعض أن واشنطن أصبحت خصما في الصراع بعد الفيتو الذي استخدمته لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن يندد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل رغم تصويت باقي الأعضاء 14 لصالح مشروع القرار، مشيرين في هذا الصدد إلى أنه بإمكان فلسطين التوجه لمحكمة العدل الدولية لتفسير الموقف الأمريكي وتجاوزه في مجلس الأمن. كما يمكن لفلسطين الانضمام فورا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 المتعلق باللجوء الإلزامي لحل المنازعات، حيث يتيح هذا البروتوكول الإمكانية لمقاضاة أي دولة طرف أمام محكمة العدل الدولية إذا أخلت باتفاقية العلاقات الدبلوماسية. ويمثل القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة الأمريكية إليها عدولا عن السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود وعن الإجماع الدولي على ضرورة ترك وضع المدينة لمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس الجمعة في باريس بعد أسبوعين من زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أوضح ماكرون إثر لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في بوريد النقاشة مع طرفين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل دفع عملية السلام. أننا لا ندعم المقترح الثنائي القرار أحادي الأطراف الأمريكي لأنه مناف للقانون الدولي وموقفنا التاريخي. نحن ننتظر أن يقدم لنا الأمريكيون كل هذا القرار برمته بكل شقوقه،
أظن بأن قرار أمريكا لا يمكن أن يفصل عن مقترح السلام هذا. فرنسا ستواصل على حضورها في المنطقة وستناقش مع كل أصدقائها والأطراف ذات الصلة. لقاؤنا اليوم مع جلالة ملك الأردن، بالنظر إلى مكانة الأردن الاستثنائية، وقد ذكرت بأنه راعي وحامي الأماكن المقدسة، وذكرنا التزامنا وتمسكنا باستقرار المنطقة وحل الدولتين لكل منهما عاصمة هي القدس مع حدود معترف بها وعادلة. سنقدم مساهمتنا لكل حل سياسي. من جانبه أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن أمله في إحراز تقدم بشأن القضية الفلسطينية، مضيفا أن بلاده تنتظر أن يعرض الأمريكيون خطتهم في الشهرين أو الثلاثة المقبلة. يجب علينا أن نعطي فرصة للسلام باسم العرب والمسلمين. هذه هي رسالتنا الأساسية. ما زال أمامنا أمل في المستقبل. نحن ننتظر الآن ما هي خطة السلام الأمريكي، أنه في الشهرين القادمين أن زملائنا الأمريكيين سيقدمون لنا المرحلة التالية من هذه الخطة لمجابهة هذا التحدي، وأن نتمكن من البناء على هذا الأساس. إذن لا يمكن لنا أن نستبق الأمور، ولكن في نهاية المطاف يجب للطرفين أن يبنيا السلام للمضي قدما بدل هذا الإحباط والتشكيك المتبادل. قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن الحل الأوحد للصراع في الشرق الأوسط هو حل دولتين وفق حدود عام 1900، وسلك في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في لبنان. بالنسبة للقدس سيدي رئيس الوزراء، أنا أشاركك كلماتك وأؤكد لك أن لبنان والاتحاد الأوروبي متفقان تماما ويتخذان نفس الموقف. وقد أتيحت لي الفرصة لعرض هذا الموقف بشكل واضح لوزير الخارجية تيلرسون ورئيس الوزراء نتنياهو، وذلك خلال الأسبوع الماضي. إن الاتحاد الأوروبي مؤمن تماما بأن الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وتكون فيه القدس عاصمة لإسرائيل ولدولة فلسطين طبقا لحدود عام 67، وهذا ما ناقشته الدول الأعضاء في الجامعة العربية، ونتشارك معكم في تقدير المبادرة العربية كأساس لإعادة بدء المفاوضات، وأنا متأكدة من أننا مستمرون في العمل معا في هذا الاتجاه. من جهته رفض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري القرار الأمريكي بشأن القدس، معتبره ضربة لأي عملية سلام. أتوجه لك بالشكر على مجهوداتك في مساعدة لبنان في مواجهة مشكلة المشردين السوريين، وأؤكد لك أن الانتخابات ستكون في موعدها. وأخيرا أكرر موقفنا بشأن الموقف الأمريكي من القدس، فهو غير مقبول تماما ونراه ضربة موجهة لأي عملية سلام، وستبقى حكومتي ملتزمة بالمبادرة العربية لعام 2002 المبنية على أساس حل الدولتين والقدس عاصمة لفلسطين. أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018، حيث أكد خادم الحرمين في كلمته في مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 أن الموازنة تسعى لتحقيق الأفضل. ميزانية هي الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية، فخلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للعام المالي 2018، وتعتبر الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة بأسعار نفط تصل إلى 50%، والتي تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية. وسيبلغ حجم الإنفاق للعام الجديد نحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام الماضي. ووفقا لوزارة المالية، فإن العوائد المتوقعة خلال العام المقبل تقدر ب 783 مليار ريال، بتو 12.5%. وفيما يتعلق بحجم العجز سينخفض ليصل إلى 195 مليار ريال خلال العام المقبل، مقابل 230 مليار ريال خلال العام الحالي. ونشيد بما يتحقق من خفض في عجز الميزانية العام المالي الحالي لستتجاوز 25% مقارنة بالعام الماضي رغم الانفاق ارتفاع الانفاق،
ومستعد مع استهدافنا خفض العجز الميداني المعاهد القادم يكون أقل من 8% من الناتج المحلي والإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسع في الميزانية. وتعتمد مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات، حيث تم إطلاق 12 برنامجا لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص. يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. وقام الملك سلمان بتوجيه الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام. مشاهدي الكرام، هذه النشرة ما يزال فيها المزيد فيها بعد فاصل. الداخلية تنهي استعداداتها وتنهي خطتها التأمينية الشاملة استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد. نرحب بكم من جديد، أهلا بحضراتكم مرة أخرى. أكملت وزارة الداخلية خطتها التأمينية الشاملة استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة للتصدي لأي محاولات إرهابية أو أعمال عنف، وركزت الوزارة خطتها على البؤر الحساسة ودور العبادة. بينما يستعد المصريون لاستقبال فترة أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد، تجري وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لتأمين الجمهورية والبؤر الحساسة. وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وخلال اجتماعه بمعاونيه في 17 ديسمبر الجاري وجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة. الوزارة قامت بوضع خطط أمنية ترتكز على الدفع بتشكيلات أمنية بمحيط دور العبادة وتفعيل الحرم الآمن لمسافة 800 متر بمحيط كل كنيسة، والدفع بضباط المفرقعات وأجهزة الكشف عن المتفجرات للتصدي لأي محاولات لاستهداف دور العبادة. كما اشتملت الخطة على الدفع بعدد من سيارة فان مجهزة بأحدث الوسائل بعدد من مديريات الأمن لعمل الدوريات الأمنية والبحث الجنائي. كما اعتزمت الداخلية تسيير عدة مأموريات تستهدف الشقق المفروشة بمحيط الكنائس التي يستخدمها الإرهابيون أوكارا لتصنيع المتفجرات وإدارة الأعمال الإرهابية. استنفار حاد بجميع قطاعات الأمن المصري للتأهب الكامل للتعامل مع أي خروج عن القانون يهدف لتعكير الأعياد على المصريين. عقد اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمشروع ربط المجرى الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل لمناقشة المكتب الاستشاري الألماني المسؤول عن تنفيذ الدراسات الفنية وإعداد شروط دراسة الجدوى للمشروع، وذلك بحضور 10 دول إفريقية. أفريقيا بدون حدود، تحت هذا الشعار عقد اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمشروع ربط المجرى الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل، وذلك لمناقشة المكتب الاستشاري الألماني المسؤول عن تنفيذ الدراسات الفنية وإعداد شروط دراسة الجدوى للمشروع. مشروع فيكتوريا الربط ما بين دول الجوار اللي هو الانلاند ووتر واي بقى اللي هو النقل النهري ما بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط. احنا النهاردة قلنا لهم ان احنا عندنا حقيقة معهد اسمه معهد الإقليمي للنقل النهري، وحقيقة المعهد ده احنا بنفعله الحمد لله بشدة. المعهد ده من المعاهد المعهد الوحيد في قارة أفريقيا اللي بتقدم الدعم الفني الخاص بالملاحة النهرية. هدفنا هو قارة واحدة أو متحدة وفي رخاء وفي سلام، وهذا لن يتأتى إلا بتسهيل التجارة والاندماج الإقليمي الاقتصادي. أنا جاي اليوم عشان أستمع وحتى نرى في الاتحاد الإفريقي لأي التقدم الذي حدث في الدراسات الخاصة بهذا المشروع. شارك في هذا الاجتماع 10 دول إفريقية
أبرزها السودان وكينيا وأوغندا وأثيوبيا، ويعمل هذا المشروع على ربط دول حوض النيل بممر ملاحي لدعم حركة التجارة والسياحة وتحقيق حلم التعاون الإفريقي. دورنا في هذا المشروع تضمن عمل تنسيق بين الدول العشر الأفريقية، وهو ما يؤكد أن كوميسا هي المنظمة الوحيدة التي تجمع كل هذه الدول، والوحدة هنا ليست لأننا موجودين كلنا بمصر، ولكنها تأتي من عملنا كفريق واحد، فنجتمع اليوم سويا لنضع خطة العمل بيننا كدول حوض النيل. سيدعم هذا المشروع العلاقات بين الدول الرئيسية بأفريقيا لنشر السلام على شاطئ دول حوض النيل، فنتشارك بجهودنا للقضاء على الفقر ولندعم التطوير الاقتصادي، فنحن نواجه عديد من التحديات ونحاول أن ندعم الاقتصاد لهذه البلاد من خلال المشروع، وفي نفس الوقت ندعم العلاقات بيننا أكثر. مشروع جديد يعمل على دعم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية عن طريق النقل النهري الذي يعتبر أفضل وسائل النقل بتكلفة منخفضة ومعدلات أمان مرتفعة، وذلك لدفع عجلة التنمية وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للدول المشاركة في هذا المشروع. نسمة شفعي، أون لايف. على مدار اليومين تستمر فعالية المؤتمر العام للمرشدين السياحيين العرب برئاسة محمد غريب رئيس اتحاد العرب للمرشدين السياحيين برعاية وزارة السياحة وتحت مظلة الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية بمشاركة 9 دول عربية. على مدار يومين تستمر فعاليات المؤتمر العام للمرشدين السياحيين العرب برئاسة محمد غريب رئيس اتحاد العرب للمرشدين السياحيين، وذلك برعاية وزارة السياحة وتحت مظلة الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وأيضا بمشاركة 9 دول عربية. هو النهاردة بإذن الله يكون الاجتماع ده يعني يمكن 3 محاور رئيسية. المحور الأولاني ده هو يمكن مؤتمر عام أو الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمرشدين السياحيين بمشاركة وفود من أكثر من 9 دول عربية، وعدد أعضاء الاتحاد يمكن 13 دولة عربية، ونقدر نقول كمان إن عدد أعضاء الاتحاد مش 13 دولة، لا ده عدد الأعضاء بلغ عدد أعضائهم من المرشدين السياحيين 42,000 مرشد سياحي على مستوى العالم العربي، دول اللي بيقوموا بحمل رسالة الدولة وتوصيلها للعالم الخارجي من خلال السياحين. وهذا المؤتمر هو في الحقيقة هدف إلى جميع المرشدين السياحيين، لأن إلى أهداف بينية هو تشجيع السياحة بين البلدان العربية، وأيضا الاطلاع على تجربة المرشدين السياحيين في الدول العربية. المؤتمر بمثابة اجتماع عام للمرشدين السياحيين العرب لمناقشة كيفية الارتقاء بالمهنة ومد جذور الاتحاد حتى يشمل المنطقة العربية بالكامل، وعرض التجربة الأردنية في السياحة البيئية لتعميمها على كافة الدول العربية. الرسالة اللي ممكن تتقدم لها الرسالة هي توجيه يعني مباشر وناصح للمرشدين السياحيين أو القائمين عليها في كل البلدان العربية بضرورة إعادة تنشيط دور الاتحاد بعد غيبة قصيرة، والعمل على نهج جديد للآفاق المستقبلية للعمل العربي المشترك فيما يخص خاصة السياحة. على هامش المؤتمر تم عقد عدد من ورش العمل يشارك فيها مرشدون سياحيون ومتخصصون في مجال السياحة تحت عنوان تنشيط السياحة العربية البينية ورفع معدلاتها بين الأعضاء، وذلك لخلق جيل جديد من المرشدين السياحيين يرتقي بالمهنة وبالسياحة بكافة أنواعها. لميا حمدين، أون لايف. افتتح وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ورشة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتي تهدف إلى مواجهة التطرف ونشر روح التسامح والعدل. نتابع. استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف في مصر أطلقها مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وافتتح وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار فعاليات ورشة العمل الخاصة بالاستراتيجية. الوزير أكد على أن مواجهة التطرف غير مقتصرة على جهة بعينها، وإنما مسؤولية وزارات الدولة بأكملها، معتبرا أن البحوث العلمية تلعب دورا كبيرا في مواجهة هذه الظاهرة. وزارات الدولة كلها معنية بمحاربة دي، يعني تقدريش تقولي ان دي وظيفة امن او وظيفة شرطة او اوقات مسلحة. انا متصور ان حتى على مستوى الاسرة لازم يكون في وعي وفكر في الاسرة، يستطيع ان هو يكتشف ان يكون عنده فرد متطرف او فرد فكره مش منطقي. اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق طالب بوضع اليات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة،
تعتمد على توعية الشباب بشكل كافي. احنا يمكن بنشتغل وفي مجهود كبير بيتبذل من الدولة خلال الفترة اللي فاتت، لكن انا بعتبر ان احنا محتاجين اليات جديدة، وعشان كده هو ده اللي بقى يعني شدني في الموضوع بتاع الندوة او ورشة العمل. محتاجين اليات جديدة، اليات تقدر تتواصل مع الشباب، اللي معالي الوزير بيشير ان هو ممكن يكون واخد على جنب او يكون كامن فيه اسباب التطرف. أسباب التطرف كثيرة ومتعددة، وبعضها بيبقى اقتصادي أو بعضها لأسباب سياسية أو بعضها يعني لأسباب عديدة جدا ومتعددة. الاستراتيجية تهدف إلى بناء تيار جديد يعلي من قيم التقدم ويدعم قيم التسامح وقبول الاختلاف والمساواة، ويعزز المشاركة الاجتماعية والسياسية وينبذ العنف والتطرف بكل صوره. الحصاد مستمر وفيه بعد قليل. مقتل 5 وإصابة 80 خلال مواجهات بين الأمن ومتظاهرين في كردستان العراق. أهلا بحضراتكم من جديد. قتل 5 أشخاص وأصيب 80 في مواجهات تخللت إحدى التظاهرات في كردستان العراق لليوم الثاني على توالي، احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب الإقليم. وأحرق خلالها متظاهرون مقر أحزاب رئيسة، فيما قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاعتداء على أي مواطن في إقليم كردستان. إقالة الحكومة ومكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي شعارات رفعها آلاف المواطنين في مدن إقليم كردستان العراق، الذين تواصلت احتجاجاتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في الإقليم وتأخر تسلم الموظفين الحكوميين رواتبهم. هذه المظاهرة الوحيدة التي لا تطلب فيها أي مطالب من الحكومة، وإنما تطلب الرحيل من السلطة التنفيذية والتشريعية في إقليم كردستان. المظاهرات التي بدأت سلمية ما لبست أن تحولت إلى تظاهرات دامية راح ضحيتها عشرات المتظاهرين ما بين قتيل ومصاب، وخاصة في مدينة السليمانية التي شهدت أعمال شغب وعنف بين المتظاهرين وقوات الأمن، إذ أضرم المحتجون النار في مقرات حزبية وأمنية. في البداية كانت المظاهرة سلمية، وكان المتظاهرون يرددون شعارات مناهضة للحكومة فقط، لكن المتظاهرين استفزوا من قبل حراس مكاتب الأحزاب عندما كانوا يحملون أسلحتهم تجاههم، لذلك بدأ المتظاهرون يرمون الحجارة عليهم قبل أن يشرعوا في إشعال النار بالمباني وسيارات مركز الشرطة. التظاهرات التي تحولت إلى عمليات كر وفر بين قوات الشرطة بالإقليم والمتظاهرين بدأت بإطلاق الأولى قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات النارية في الهواء لتفريق التظاهرات، والتي رد عليها المتظاهرون بإشعال النار في الشوارع وإلقاء الحجارة على قوات الأمن، غضبا من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم وتأخر رواتبهم. تقريبا صار 3 أشهر ما مسلم من الراتب لحد الآن. نتظاهر على مدر قوت الرواتب العيش مال الموظفين. الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الإقليم تعود إلى الآثار المترتبة على الخطوة التي قامت بها السلطات بالإقليم بتنظيم استفتاء الانفصال عن العراق، الذي كانت من نتائجه توقف تسلم الموظفين في حكومة الإقليم رواتبهم منذ 3 أشهر. كما يعيش القطاع الخاص ركودا وأزمة حادة دفعت العشرات من الشركات إلى إغلاق أبوابها، مما زاد من سخط المواطنين الذين طالبوا الحكومة بالرحيل ورفعوا في وجهها الكروت الحمراء. التقى المبعوث الأممي غسان سلامة رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح في طبروق، حيث تم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات ومستجدات الأزمة الليبية، فضلا عن بحث خطة عمل الأمم المتحدة والتي تستهدف تحريك العملية السياسية في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. في هذا الشأن اتفق الطرفان على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الوحيد لإدخال ليبيا إلى الحياة المؤسسية والسياسية وإنهاء الأزمة القائمة. وفي تصريحات لايف أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن خطة عمل الأمم المتحدة تسير بشكل جيد، مشددا على أن هناك إجماعا بين جميع الأطراف الليبية على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. فلقد أعلم فخامة الرئيس والأخوة أعضاء مجلس النواب بمدى التقدم القائم في مختلف عناصر خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن الدولي في 20 سبتمبر الماضي، وركزت بالذات على موضوع الانتخابات
وأخذت علما بالتوافق الواسع الذي يجمع القادة الليبيين حول ضرورة القيام بانتخابات ذات صدقية ورئاسية وبرلمانية. من جهته قال رئيس لجنة الحوار السياسي بمجلس النواب الليبي عبد السلام نصية، قال إن المجلس عازم على توحيد السلطة التنفيذية لتهيئة المناخ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. نحن حقيقة جادون في مجلس النواب في استكمال تعديل الاتفاق السياسي في توحيد السلطة التنفيذية للتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية السنة لتطبيق الخطة الأممية بالكامل. المقصود بإعادة بناء السلطة التنفيذية هو إنشاء سلطة تقوم بمهمتين فقط، اللي هي توحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأيضا للتهيئة لوضع التشريع أو يعني حل إشكالية الدستور حتى يكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية السنة واللي تخرج الليبيين من هذا المعزل. ضمن برنامج دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، نظم عدد من المتدربات بالمشروع بمدينة بنغازي ندوة عن التوعية بمخاطر انتشار الأسلحة الخفيفة في ليبيا بحضور عدد من المسؤولين بالجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني. بعد ثورة 17 فبراير واقتحام المخازن الأسلحة والذخيرة انتشر السلاح بطريقة غريبة جدا، وانفتح لها سوق خاص بها الانتشار في جميع مدن ليبيا. فدائرة الأمم المتحدة استهدفت 12 سيدة ليبية من جميع مناطق ليبيا وتدريبها بخصوص مخاطر التوعية مخاطر الأسلحة الخفيفة والصغيرة. فكانت 3 دورات في تونس وفي جنيف، وبعد نجاح هذا العمل استهدفت 10 سيدات من دون سن 30 لإكمال هذه المرحلة حتى نكون لوبي جميعا ونخدم جميعا في ليبيا. تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة الخميس للتصويت على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضده في مجلس الأمن. وكانت مصر طرحت مشروع القرار الذي نال تأييد كل الدول الأعضاء 14 الآخرين في مجلس الأمن. وتوقع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن يحصل مشروع القرار على تأييد واسع جدا، وقال إن القدس موضوع يجب أن يحل من خلال المفاوضات. مشاهدينا الكرام، عاد إلى القاهرة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، كذلك وزير الداخلية إلى القاهرة بعد أن قاموا بجولة تفقدية بمحافظة شمال سيناء ومدينة العريش لتفقد حالة القوات هناك. نتابع. عاد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عقب جولة تفقدية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بقطاعات التأمين بنطاق شمال سيناء. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه النشرة. فقط نذكركم بأبرز عناوينها. التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه قصر اليمامة جنوب الرياض. أبو الغيط ينتقد الفيتو الأمريكي بشأن القدس ويؤكد أن الدول العربية ستتجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتمرير القرار. غسان سلامة خلال لقائه عقيل صالح بتبرق ويؤكدان أن الانتخابات النزيهة هي المخرج الوحيد للأزمة. دائما متواصلون على أونلاين. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، بأمان الله نترككم على موعد بلقاء بعد دقائق في تمام الواحدة.